ما هو ده كان جزء من السؤال اللي انا كنت طرحته عليك يا كابتن محمد، لما بقول احنا لو هنقيم زمان بدلوقتي والتطوير اللي حصل وفكره كمان السكور وفكره المدير الفني الاجنبي من المصري والفكر اللي احنا بندور عليه، وكنت قلت لي ممكن يكون مدير فني مصري او محلي يعني بس الفكر اجنبي، فليه بقى ده السؤال اللي انا عايز اعرفه، ليه الفكر الاجنبي مختلف بشكل كبير وازاي انا اقدر ان انا اوفر ده عندي في المدربين بتوعي بعد كده عشان ما بقاش محتاجه ان انا لازم الجا لمدير فني يعني اجنبي. هي الفكره ما بين الفكر المدير الفني الاجنبي والمدير الفني المصري، المدير الفني الاجنبي هي بتبقى انا من وجهه نظري حاجه واحده، انا باصص انا عايز اروح فين، انا بس ماليش دعوه، ما ببصش على اللي حواليا، انا حاطط بلان ماشي عليه، اي حاجه بتعوقني انا بعديها وبكمل. الفكر المصري للاسف انا يعني انا ما بقللش من حد، بس انت عندك خبره في الحته دي لان انت مريت اكيد. بالظبط انا مريت فيها، ان هو احنا مشكلتنا ان احنا برضو شغلين نفسنا بحاجات كتيره، تفاصيل محيطه بتشتت. بالظبط هي دي النقطه، لكن هو يعني انا يعني من معاشرتي مع باروندو ان انا بحكم ان انا لعبت قصاده كلاعب وهو دلوقتي تابعت معاهم الفتره اللي فاتت هم اتجاههم ازاي والبلان ماشي ازاي، هو واحد قافل على نفسه ملوش دعوه بحد، ملوش دعوه بسوشيال ميديا، ملوش دعوه باي حاجه، هو واحد قاعد في اللي هو يعني غرفه عمليات، عارف هو رايح فين، انا ببص فين، اي حاجه تانية تقف قدامه هو ملوش دعوه بيها، هو مكمل فيها. بس اننا لازم الابديت، هي دي المدرب اللي عايز ينجح لازم ابديت على طول دايما. على ذكر الابديت في الفتره الاخيره الدوله، وطبعا دي حاجه يعني كلنا اكيد يعني لمسناها، بقى فيه اهتمام ملحوظ بمسألة تطوير البنية التحتية الخاصة بملاعب كرة اليد. كان فيه افتتاحات متعددة الفترة الأخيرة، يعني الموضوع ده برضو أكيد من شأنه أنه ينعكس بالإيجاب على شغل المنظومة اللي احنا بنتكلم عنها. أكيد طبعا مليون في المية أن احنا نبقى موجود دلوقتي البنية التحتية، أن احنا عندنا كم الصالات اللي موجودة والتجديد الصالات اللي كانت موجودة تبدأ تتجدد. لا أنا شايف أن دي بتساعد، أول حاجة طبعا إصابات اللعيبة دي بتبعد عنهم نسبه كبيره من ان يحصل اصابات في المعسكرات في الماتشات، الكلام ده كله ده بيأثر على اللعيبه، فاوريدي انت لما لعيب بيغيب او بيتصاب انت بتفقد حد موجود من معاك مهم، فهي دي بتبقى مشكله. فان انت تبقى عندك البنيه التحتيه والصالات وكم الصالات اللي موجوده بتطويرها والحاجه اللي بصراحه انا بقول حاجه عالميه بصراحه. دي طبعا انا شايف ان هي حاجه فوق الممتازه بصراحه، ان يحصل فيها التطوير ده بالشكل ده. لا انا بصراحه يعني انا بشكرهم جدا، بشكر سياده الرئيس طبعا ان هو بيفكر او المنظومه رايحه في الاتجاه ده، ان احنا بقى في سبوت علينا على الهاندبول. بصراحه انا بقول علينا كأنا موجود واحد من المنظومه، فانا بصراحه ببقى مبسوط من حاجه زي دي. هي البطولة هي خلينا نقول كانت بداية الخير على الرياضة دي تحديدا يعني، وهي كمان يعني أقيمت بشكل احترافي جدا والعالم كله سمع عنها، وناحية الكوفيد ويمكن اتكلمنا أنا وكريم في ده امبارح الحمد لله برضو البطولة جت وعدت وما سمعناش أي إصابات أو كوارث فيما تختص بالكوفيد يعني، وكمان كنا بنقارن البطولة عندنا في مصر بكوبا أمريكا والأولمبيات وغيره والنسب بتاعة الإصابات اللي كانت حاصلة، فده كان انجاز على كل الاصعده مش بس في فكره ان عملت منشات، لان حتى التنظيم كان اكثر من رائع والاجراءات الاحترازيه وغيره. فبيبقى بقى عندنا ان احنا نتكلم في الكوادر، عندك كوادر عظيمه جدا، لجأت لمدير فني برضو محترف زي ما انت قلت، عمل طفره كبيره جدا على الارض مع اللعيبه، في تناغم حلو جدا شفناه، في تفاني زي ما انت برضو شرحت لنا قد ايه كان بيبقى في لعيبه مجهده وعندها اصابات لكن بتكمل الماتشات، وده اللي كان متوقع طبعا.